الرحمن الرحيم. انا المشاركه الاولى لي المهرجان المراعي، انا تيزيد جيت اكل ثلاث مرات ولكن المراعي اول مره. مهرجان في المستوى، معرض في المستوى، يعني شفنا التنظيم ولا من ناحيه اي، يعني انا كنشارك في عده مهرجان ولكن هذا المستوى ما كنشوفوش بزاف المهرجان، كنشوفه الا في المهرجانات الكبار، وانا فرحانه نشوف هذا المستوى. وعندي جديد ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله جديد غينزل هذه الايام، يعني الباتول غتخرج شويه من الطراب الحسني شوي، غادي نرضي بعض الجمهور اللي كيطلبني، وفي نفس الوقت غنرضي الجمهور الامازيغي والحسني، هما اللي يعني غيكون مزيج ما بين الحسنيه ولا مزيج مع فنان كبير عندكم ان شاء الله في المستقبل. وكنشكركم وكنشكر الصحافه وكنشكر رجال الاعلام كاملين في هذا الحفل اللي في حمزه السباعي اكتور كولتورال انترناسيونال. الوغ اليوم جينا للمهرجان ديال المراعي لان فرصه زوينه، فرصه ان الشباب الفنانين الناس يتلاقاو، وسورتو في هذه المنطقه اللي هي كتعتبر منطقه فنيه ومنطقه كما كيقولوا هي الروح ديال جهه سوس ماسا. واليوم جاو معنا سفراء اللي كيمثلوا اللي جاو احتفلوا باليوم العالمي للسلام، ومنها انهم اكتشفوا المدينه، ومنها انهم اكتشفوا هذا الموروث الثقافي اللي عندنا غني جدا في الجهه، وحبوا ديجا المكان، شافوا هدى سعد، غيشوفوا امغران، غيشوفوا بزاف الفنانين اللي غيعطيوهم واحد الفكره على التراث ديالنا وثقافتنا. وكنشكروا حتى الحضور الصحفي لانه عنده دور كبير انه يقرب المعلومه للناس ويكتشفوا المهرجان اللي هو رائع جدا. شكرا بزاف، وكما كنقول دائما في الانترفيو ديالي فيف لاغ فيف لا كولتور. المشاركه اني مغران تا هو التيسنات لكن نشارك دار الشرف نشارك الافتتاح يعني الدوره الاولى معرض المراعي مسؤولين الهدف ديال باش امارك المغربيه انسلك من الاهداف اللي في تسكى المهرجانات المعريض هذه الفلاحه اللي تسمى تمازير ولا المنطقه كلها تزنيت تحتاج زوج مسؤوليات في ولا في فلاحة ولا الراعي ولا تيسا. الحمد لله نحاول نستكم الاهداف المهرجانات غالي كان والتاس اللي في تنوشكا، وفي نفس الوقت ما خرجوا قدود نزنيت اللي مويا غمر كنت بزاف في غتو مركن غوناكني. الحمد لله تزري السهرة على احسن وجه قلين ميا راهو قدود نزنيت واخا ورتا سرق سخان ولا خاسر ولكن الظروف توقيت المهرجان تنا دغيو جانا انا نحبس غلوق تنمرت نو. شكرا. وكيف ما شفتوا في البرنامج انا كنت وعد صلاح باش غادي ننتج ليه اول قطعه موسيقيه ديالو، احنا مازال ما بديناش خدامين فيها، هو انا عندي الوعد ديالي، ولكن فكرت علاش لا يكون الضيف ديالي في هذا المهرجان ديال المراعي في المنطقه ديالو اللي هي منطقه سوس ماسا درعا. والحمد لله كان تجاوب ديال الجمهور معاه وكان ترحيب به، وتنتمنى انه ان شاء الله يستمر في المسيره ديالو وكاع المواهب الشابه تلقى اللي دعمها واللي دافع عليها. وانا صراحه يعني فرحان بزاف بهذه المشاركه مهرجان المراعي، اول مره اول مشاركه ليا. تنشكر بزاف جمعيه تيزنيت للثقافات، كنشكر الوزاره الوصيه على هذا المهرجان اولا اللي تيحيي الذكرى ديال ثقافه الرحل، يعني هذه ثقافه جزء لا يتجزا يعني من الثقافه ديالنا احنا كمغاربه وكبلد فلاحي. يعني كنتمنى ان شاء الله ان هذا المهرجان يستمر، وكان لي شرف ان نتلاقى بجمهور ديال مدينه تيزنيت المره الثانيه في هذه السنه ديال 2018، والجايات ان شاء الله اكثر من الرايحات. نشوف بان صلاح غيولي جزء من الفرقه ديال، لا انا صراحه ما وعدتش صلاح انه يكون جزء من الفرقه لان معايا بو حسين فلان تبارك الله فنان كبير. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.